وحتى لو اتجوز 10 بنتي، بس لما فكر يروح يحج اختارك انت تروحي معاه دونا عنهم كلهم. يعني انت الملكة وهم الوصفات يا حبيبتي. لو كنت ملكة بجد كانش اتجوز عليا بدل الواحدة اتنين. لو كنت زعلتي منه وخدت على خاطرك عشان عمل كده من وراكي، نقول الحمد لله انك انت اللي زعلتي منه وغضبتي منه. مش احسن ما كان ربنا غضب منه لو كان عمل حاجة في الحرام واحمد عمل الحلال يا بنتي؟ بس هو حلال صعب اوي. صعب اوي اوي يا بابا، وما يحسوش غير اللي انكوى منه. على العموم انا قلت اللي عندي يا بنتي، ومش هخصبك على حاجة انت مش عايزة تعمليها. انا هعمل اللي انت قلت عليه يا بابا، دي دعوة جاتلي من عند ربنا وانا مش ممكن ارفضها ابدا. بس وغلاوتك عندي، انا ليا عندك طلب. أمريني يا بنتي، انا تحت امرك. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. انا مش عايزة اشوف ولا لساني يخاطب لسانه غير في الحجاز. لسانك ما يخاطبش لسانه ماشي، انما ما تشوفهوش دي صعبة قوي، لانكوا لازم تطلعوا انتوا الاثنين محرمين من هنا، وما ينفعش تسافروا تحجوا انتوا متخاصمين. ماشي يا بابا، بس ما شوفوش غير يوم السفر. نعم يا اختي. نعم يا اخويا، بأمرتي بقى ان شاء الله تطلع معاها الحج وتسيبني انا هنا مرميه انا واللي في بطني. بأمرت انها مراتي زيها زيك واحسن منك كمان. بس احسن مني انا يا حاج؟ بأمرت ايه؟ بأمرت يا اخويا ان هي مش قادره تتحرك من مكانها، ولا بأمرت رجليها اللي مش شايلاها؟ الله الله الله، وانت ايش عرفك ان رجليها وجعاها؟ اللي عرفني يا اخويا عرفني، يبقى خليها هي بقى تنفعك. عيب عيب يا منير، عيب اللي انت بتقوليه ده. استغفر ربك امال، دي قد والدتك برضو، وبعدين انا وهي خلاص بقينا زي الاخوات واكتر، يعني ما تخافيش عليا منها. مش انت برضو بتخافي عليا ولا ايه؟ ما عدتش فارق معاكي ولا ايه يا اخويا؟ فارق ولا مش فارق؟ انا هروح اقعد بقى عند ابويا لحد ما انت ترجع من السفر، وراح من دلوقتي. دلوقتي ده ايه؟ هو انا مسافر دلوقتي؟ ما هو يا اخويا كل واحد في البيت ده بيعمل اللي على كيفه، انا كمان بقى اعمل اللي على كيفي، اشمعنى انا؟ الله 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 الله، هي حصلت. اشرب يا تيفا.